تخلفت عن حركة الحياة فإن هذا يؤدي إلى تخلي الناس عن الدين. السبب المشكلة ليست في الدين، المشكلة في الثقافة الدينية وتخلفها عن حركة الحياة، بمعنى الذين يمارسون التفكير في الدين أو الذين يقدمون أنفسهم ممثلين للدين مؤسسيا إذا لم يواكبوا حركة الحياة فهناك خطر أن الناس ستبحث عن مصادر إلهام خارج الدين، وبالتالي هذا يصبح من المخاطر الكبرى، من المخاطر الكبرى التي تواجه كل الأديان، تحدي النسبية الثقافية. والنسبية الثقافية طبعا أصبحت ظاهرة سائدة في الثقافة المعاصرة خصوصا في الغرب، وبدأت تغزو بلادنا، وهو النظر إلى الأديان على أنها مجرد وجهة نظر بشرية. فالنسبية الثقافية تفقد الدين عنصر اليقين، ومن غير عنصر اليقين لا يكون الدين دينا، وإنما يكون مجرد أيديولوجيا بشرية. ومن المخاطر أيضا التي نواجهها التفسير الظاهري والباطني للدين. فالتفسير الظاهري الحرفي للدين يجعل المتدينين مستأسرين لصورة تاريخية هي فهم السلف. لما نسمع بعض الناس اليوم يقول الكتاب والسنة بفهم السلف، فهو يحبس الدين في لحظة تاريخية معينة، وهذا غير صحيح. الوحي هو كنز لا ينفد، كنز لا ينفد، يفترض أن كل أجيال البشر تأخذ منه بحسب كدها وجهدها وقدرتها، وحتى العلماء بحسب خلفياتهم وخبراتهم. واحد متمرس باللغة وإسرار البلاغة مثل الزمخشري يغوص فيستخرج من المعاني اللغوية ما لا يستخرجها واحد مؤرخ أثري مثل ابن كثير، يأخذ بحسب خلفيته. واحد فقيه مثل القرطبي يأخذ من القرآن بحسب خلفيته. كذلك كل جيل أيضا يأخذ. والوحي كنز لا ينضب، والذي يريد أن يوقفنا عند فهم السلف أو فهم الخلف فهو يوقف الوحي في لحظة زمنية، وهذا أمر خطير على الدين. وأيضا الجانب الآخر خطر الفكر الباطني. الفكر الظاهري هو يقف عند حروف النص ويوقفنا عند الصورة التاريخية. الفكر الباطني يتجاوز النص، يوغل في التأويل والابتعاد عن النص حتى يصبح النص لا قيمة له، كما حدث في تاريخ بعض حركات الباطنية في التاريخ الإسلامي، أو في تجريدات المعتزلة مثلا في بعض مقولاتهم أو غير ذلك. هذا أيضا خطر على الدين. عموما هناك جدل كبير الآن في الأكاديميات الغربية حول مستقبل الأديان، وأذكر في مجلة أمريكية جدل مؤخرا كان مهما جدا، شارك فيه كبار علماء وفلاسفة الدين من جامعة هارفارد وغيرها. لاحظ هؤلاء أن هناك بشكل عام ظاهرة عالمية وهي تحلل السلطة الدينية، لكن تحلل السلطة الدينية لا يعني تحلل الدين في ذاته، كما لا يعني تضاؤل الوظيفة الاجتماعية للدين. حتى الملحدون في الغرب لا يزالون يأخذون أبنائهم إلى الكنيسة للتعميد ورسوم الدفن على الطريقة المسيحية وغيره، لأن الوظيفة الاجتماعية للدين تبقى حتى مع تضاؤل العقائد. بالنسبة لي إحدى المشاركات في هذا النقاش في المجلة الأمريكية وهي جينيفر هشت، وهي مؤلفة لكتاب اسمه تاريخ الشك، عن ظاهرة الشك في الأديان عموما عبر التاريخ. هي تقول باختصار الوجود الإنساني وجود معجز ومرعب، معجز في جماله ومرعب في غموضه. وما دام وجودنا هكذا فنحن سنظل بحاجة إلى الدين، ولذلك أسئلة وجودية في حياتنا لن يجيب عليها إلا الدين. تلك الأسئلة ما دامت باقية سيظل الدين موجودا، سيظل هنالك ما يسمونه الهم الأقصى، the ultimate concern، أو السؤال الوجودي حول من أكون، من جاء بي هنا على هذه الأرض، ولماذا. الأسئلة الطلاسمية التي اختزلها أبو ماضي في قصيدة الطلاسم، جئت لا أعرف من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، وإلى آخر لا أدرياته الكثيرة، لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. ما دامت هذه اللا أدريات موجودة في الضمير الإنساني الدين سيظل موجودا، لكن يجب أن نجهد على أن تظل حركة الدين
مواكبة بل متقدمة على حركة الحياة. شكرا جزيلا للدكتور الفاضل محمد مختار الشنقيطي. حاول أولا بداية أن يعرف الدين، ثم تلا الكثير من المخاطر الموجودة، وكأنه يؤصل بمبدأ أو عن يقول عن أسباب صراع الهوية، سبب الصراع الموجود اليوم. أما عن الأسئلة وما هي هذه الصراعات وكيف نتجاوزها، فهي ستكون إن شاء الله في أسئلتكم. ننتقل الآن مع الدكتور مازن ليحدثنا عن صراع الشباب بسبب صراع الهوية الموجود مع التيارات الدينية والسياسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير. أشكر مركز بق لمبادرته الطيبة في تأسيس هذا المشروع الملتقى الشبابي، وأسأل الله لهم كل التوفيق. كما يسعدني ويشرفني أن أقف على طاولة واحدة مع الأستاذ الكبير الدكتور مختار، من أعتز بصداقته وأفتخر بين الناس أن الدكتور مختار صديقي. ثم نعود إلى موضوعنا. طبعا العنوان كما قرأتموه في الورقة قد يفسر على أكثر من منحة ويأخذ أكثر من مسار. بداية كلمة صراع، لمن لم يختار المنظمون كلمة أزمة الشباب أو دور الشباب فيما يتعلق بالتيارات الدينية أو السياسية، ولماذا وقع اختيارهم على كلمة صراع؟ الأمر الآخر، سأحدد وأقيد كثيرا الزمن فقط فيما يتعلق بمرحلة الثورات التي حصلت في الدول العربية، إلا إن احتجنا واحتاج الأمر أن نعود قليلا إلى الوراء. الموضوع لا يخرج كثيرا عما تفضل به أستاذنا الدكتور، بل هو ربما فرع عنه، لأن ما حصل في البلاد التي انطلقت فيها هذه الثورات، والبعض يحبذ كلمة ثورات أكثر من الربيع العربي، يرى أن كلمة الربيع ربما تحجيم للمسألة، فالمسألة أكبر بكثير من قضية ربيع، إنما هي ثورات وثورات حقيقية عصفت في الدول الخمس التي تعرفونها. وسأجعل أيضا من حالة، لأنها الأقرب إلي، هي الحالة السورية، وأعتقد أنها تصلح نموذجا لباقي الدول التي انطلقت فيها الثورات: تونس، مصر، ليبيا واليمن. فما أريد أن أشير إليه، وأنا معتاد على الطريقة التي ألزمنا فيها الدكتور مختار كأستاذ محاضر، لكنه أنا أعتقد أن قلبه الشاب يستطيع أن يتقبل ذلك بسهولة إن شاء الله. لا يخفى عليكم وكلكم متابع لما حصل في دول الربيع أو دول الثورات العربية. على سبيل المثال في سوريا، أنتم تعلمون أن الشباب في واقع الأمر هم كانوا المادة الأساسية لهذه الثورة. الشباب السوري فيما يعلم السوريون وغيرهم لم ينطلقوا من أطر سياسية معينة بحد ذاتها تستطيع أن تدعي أنها كانت هي الدافع الرئيس للثورات التي حصلت. هي ثورات شعبية عفوية بامتياز، هذا ما رأيناه في الحالة السورية بشكل دقيق وواضح، ثم التحق بها فيما بعد النخب. أنا أرى وكنت طبعا أجلس إلى النخب بعد ما حصل في مصر أو في تونس، وكان الشباب النخب يتحدثون: هل من الممكن أن يحصل في سوريا ما حصل في مصر أو ما حصل في تونس؟ الفيسبوك دخل إلينا بعد الثورات المصرية، هل نستطيع أن نستفيد من وسائل التواصل في عملية حشد الشباب للوصول إلى مرحلة نستطيع من خلالها أن نطلق ثورة في سوريا؟ لكن يبدو أن المراهقين والشباب في سوريا سبقوا النخبة وأطلقوا الثورة ونزلوا إلى الشوارع، ثم لحقهم فيما بعد النخب يحاولون أن يصلوا إلى ما وصل إليه الشباب، وأعتقد حتى اللحظة لم يستطيعوا. بغض النظر هذه النخب كانت إسلامية أو غير إسلامية، بغض النظر لا زالوا دائما هم في الصفوف الخلفية يحاولون اللحاق بركاب الثورات وما تحتاج هذه الثورات، خصوصا فيما وصلنا إليه في السنوات الأخيرة، حتى اللحظة لم يستطيعوا للأسف. من هنا كانت قضية كلمة الصراع ربما وجدت لها مدخلا لتدخل إلى قضية صراع الشباب مع التيارات الدينية والسياسية. طبعا تعلمون على سبيل المثال في الحالة السورية عندما انطلقت الثورة كانت ثورة شعبية تطالب بمطالب إنسانية عامة، الحرية، تريد الحرية للشعب السوري، ثم فيما بعد
تمت أدلجة هذه الثورة وأخذت أبعادا أخرى مختلفة إلى أن وصلنا أن تسمى الثورة السورية حرب أهلية بحق أو بباطل، أو ما نراه على يلوح في الأفق من 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 رهاب أن نقع في حالة صراع طائفي نتيجة الاستقطاب الطائفي أو صراع قومي بين مكونات المجتمع السوري. أنا ما أعتقده، وأنتم لاحظتم هذا، هناك كان منحنى فيما يتعلق بالشباب السوري. في بداية الثورة عندما التحق الشباب، التحق الشباب من مختلف أطياف المجتمع السوري. لماذا كانت من المساجد؟ هذا إفراز طبيعي، المجتمع السوري بطبيعته يغلب عليه التدين، فشيء طبيعي كان غير مؤدلج أن تنطلق المظاهرات من المساجد، لكن لم تأخذ في تلك اللحظة المعنى الإيديولوجي الذي تعرفونه. والتحق بها أيضا من غير المسلمين، كانوا ينتظرون خارج المساجد، عندما تتحرك الجموع من المساجد كانوا يلتحقون بها. على المستوى الديني أضرب مثلا، وكنت أنا بين قوسين عملت في المجال العسكري، لذلك عندي معلومات جيدة في هذا الإطار أو عند الإسلاميين تحديدا. في بداية الثورة في سوريا كان هناك اندفاع من الشباب نحو المساجد، وهذه حقيقة يلحظها من تابع الثورة السورية بأعداد كبيرة، وهذا ما دفع الكثير من الإسلاميين إلى الاعتقاد أن هذه الثورة قد أعادت المجتمع السوري إلى تدينه، قد أسقطت كل ما تم فعله خلال العقود السابقة من قبل النظام من إبعاد شريحة الشباب تحديدا عن التدين، ذهب خلال أسابيع الثورات الأولى، وحقيقة اندفع الشباب نحو المساجد. وبقي هذا الأمر وتصاعد الخطاب الإسلامي، وأنتم ربما لو رجعتم إلى أرشيف القنوات الفضائية لرأيتم هذا الأمر، إلى أن حصل هناك مفصل رئيسي وخطير جدا في الثورة السورية، ما أدعوه في مرحلة معينة بدأت حالة رمادية تهدد منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية في المجتمع السوري. بدأت حالة من الانكفاء بداية عن الثورة وعن الإيمان بالثورة، وليت الثورة لم تقم وكانت الأثمان باهظة، ليتنا انتظرنا، لو ربما رأينا ما حصل في اليمن أو ما حصل في ليبيا لما قمنا بالثورة. هذا حصل في المجتمع السوري، ونقاش يدور كثيرا بين الشباب، أحيانا على استحياء وأحيانا بجرأة وعلانية، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد. في المشهد السوري هناك حالة من الخطاب الإسلامي وحالة أخرى هي الحالة الشعبية السورية، أعتقد أن بين الحالتين بون شاسع. فيما أرى أن هناك شريحة كبيرة من الشباب السوري بدأت منذ ربما سنتين أو أقل أو أكثر قليلا، بدأت إشارات استفهام كثيرة حول الخطاب الإسلامي وحول المرجعيات الإسلامية ومن يمثلها. ربما شهدتم تأسيس أكثر من مؤسسة شرعية على رأسها وأشرها ربما هو المجلس الإسلامي السوري. حصل في المجتمع السوري في شريحة الشباب تحديدا هناك شك وريبة بأي معنى أن هذه المؤسسات عاجزة كل العجز عن فهم ما يدور، وهي عاجزة كل العجز أن تقدم للشباب تصورا أو رؤية أو برنامجا أو خطة. تطور الأمر إلى أكثر من ذلك، ربما بعضكم اطلع على بعض الإحصائيات عن انتشار حالة الإلحاد بين الشباب في سوريا أو في مصر، بل حتى في الدول التي لم يحصل فيها في الأساس ثورات لكن التداعيات تصل تباعا، كما في السعودية إحصائية رسمية أن الأمر وصل إلى 9% تقريبا من الشباب السعودي ملحد، الحد بالإسلام. وهذا الإلحاد سماه أستاذنا الدكتور وتسمية دقيقة الإلحاد العملي، ولم يقم على ثقافة فلسفية كإلحاد الخمسينيات أو الأربعينيات أو الستينيات، لا، إنما هو ردة فعل على واقع سيء، هذا الواقع السيء ارتبط بحق أو بباطل بالحالة الإسلامية، فكانت هذه الردة إلى الخلف. طبعا هي أقصى حالات الردة كانت حالة الإلحاد، لكن الشريحة الكبيرة فقدت الثقة بالمؤسسات الشرعية وبمن يمثلها من علماء وهيئات شرعية ومشايخ، وحتى اللحظة أعتقد أنها تعيش في حالة تيه. ضمن هذا التيه طرحت أسئلة كثيرة متعلقة بالتراث التي تحدث عنها أستاذنا الكريم، وتحتاج حقيقة إلى إجابة واضحة ومقنعة للشباب. فيما أعتقد والله أعلم أن الجواب التقليدي الذي نعرفه مما درسناه لا يستطيع أن يلبي تعطش الشباب، ولا يستطيع أن يغطي أو يخرجهم من حالة القلق المعرفي أو حتى الأرق النفسي الذي يعانونه من جراء ما شهدوه في الدول التي حصلت فيها الثورات، وتحديدا سوريا. تعلمون ما حصل في سوريا له خصوصية كبيرة جدا. فمن هذا الباب كان إطلاق الملتقى
لمحاولة سماع الشباب. لذلك اخترنا حتى تكنيك اللقاء أن نعطي مساحة كبيرة للشباب حتى نسمع هواجسهم، نسمع نطلع على الأرق الحقيقي الذي يؤرقهم فيما يتعلق في حاضرهم أو ما يتعلق بالمستقبل القادم. وعلى فكرة حتى لا يفهم الأمر باتجاه سلبي، أنا أرى وأعتقد وأؤمن أن ما حصل فيه خير كبير جدا للأمة كلها. ما حصل ليس كما يصف البعض، أنما حصل إنما حقيقة كان مؤامرة على الدول العربية، وأنا أؤمن أن هناك مؤامرات، لكن لا أؤمن أن التاريخ كله مؤامرات. ما حصل كان يجب أن يحصل، لأننا اكتشفنا أن الثورة الحقيقية ليست فقط على أنظمة مستبدة كنا نعاني منها، اكتشفنا أن هذه الأنظمة عبارة عن دمى تحركها قوى عظمى. حقيقة نحن ثرنا على هذه القوى، على هذه المنظومات الدولية التي تتحكم في سياسة العالم أو تتحكم في اقتصاده، وأحد أهم آليات التحكم التي عانينا منها نحن كسوريين آلية الإعلام الجبارة التي يمتلكها الغرب. أعتقد أن ما حصل اكتشفنا حقيقة الأمر أن بحاجة إلى ثورة على منظومات فكرية نحن درجنا عليها منذ عقود بل ربما قرون، منها الأسئلة المتعلقة بالموقف من التراث، بالموقف من الفقه الإسلامي، من التاريخ الإسلامي، إلى أن نصل. أنا أعتقد أن ما حصل إن شاء الله على صعوبته هو الخطوة الأولى واللبنة الأولى إن شاء الله في النهوض الحضاري القادم للأمة العربية والإسلامية. وأقف هنا. شكرا جزيلا للدكتور مازن شيخاني على ما قدم. طبعا حتى وإن تشاهمتم قليلا في تحليل الواقع لا مشكلة، الجلسة الثانية إن شاء الله ستكون مفعمة بالتفاعل وهي طبيعتها كذلك. طيب أيها الأحبة، الآن سنسمع منكم إن شاء الله في الجلسة الثانية، سيكون وقت الحوار أطول، لكن سنوقع اتفاقا بسيطا وستقبلون به لأنكم أهل علم وفضل شرم. لكل متحدث كما كتب على الورقة التي أمامكم دقيقة. لماذا دقيقة؟ لأن العدد كبير، ولأننا نريد أن نستفيد قدر الإمكان ونسمع لأكبر قدر ممكن، وأيضا هناك جلسة ولو جلسة ثانية. الجميع لديه ما يقوله، والهم أكبر من أن يعبر عنه بدقيقتين أو ثلاثة أو نصف ساعة، والجميع يرى أنه يملك المعلومة أو إضافة مهمة. نحن نقدر كل ذلك، لكن أرجوكم الرجاء الأول الالتزام بدقيقتين اثنين، والرجاء الثاني أن لا نخرج عن الموضوع. نريد الأسئلة حول التراث الديني والإشكالية الموجودة لديكم أو لدى من تعرفونه من فئة الشباب أو المجتمع الذي تعيشونه، وأيضا المسألة الثانية هي صراع الشباب الموجود الحاصل اليوم مع التيارات الدينية والسياسية بغض النظر عن تسمياتها وأيضا عن توجهاتها. ربما ذكر هنا مثال التيارات الإسلامية، لكن هناك ربما حالة كفر لدى الشباب بكل التيارات السياسية والدينية الموجودة في الوطن. نفتح بعد إذن الدكاترة مجال الحوار سيكون برفع اليد، سنسجل، سيصلك الميكروفون لكي تقول. نبدأ من هنا. رجاء فقط الاسم والجنسية والعمل اللي أحمده. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال للدكتور الأخطار الشنقيطي. الاسم عبد الرحمن شوقي الصوتي، سوري الجنسية، باحث في مجال السياسة والشرعية. السؤال للدكتور الشنقيطي تعقيبا على كلامه عن موضوع التفسير الظاهري للنص وحبسه في الإطار الزمني في فهم السلف، هل التفسير بفهم السلف هو مرفوض جملة أم في الأمر تفصيل؟ وإن كان في الأمر تفصيل فما هو التفصيل؟ وجزاك الله خير. شكرا جزيلا، شكرا مرتين، المرة الأولى لأنك أوجست والمرة الثانية لأنك ستفصل الموضوع. أيضا نأخذ سؤال آخر في الزاوية الأخ هناك. لو تفضلتم يعني في نعم الوقوف يا سماحة. السلام عليكم دكتور. السؤال للدكتور مختار الشنقيطي، محمد عمر من سوريا، طالب علم سياسي وعلاقات دولية. السؤال الدكتور قال بقصة تجديد الفكر التمييز بين صحة الفكرة والمبتدئة، مثال من الواقع إذا أمكن. والسؤال الثاني الدكتور مازن، الأجوبة لا تكفي تعنيفي على الهيئة الإسلامية الموجودة هنا،
نحن نحتاج منهم أجوبة، لكن هذه الأجوبة لا تكفي لنا، نحن نحتاج إلى رؤية عملية لقوتهم في الأرض. شكرا جزيلا. أيضا نأخذ مشاركة ثالثة ثم نترك المجال. هنا طبعا دائما الأخوات لديهم صيغة الحذر، لا يشارك إلا بعد أن يشارك 5 أو 6 من الشباب، لا أدري لماذا، في كل الملتقيات التي أنتم. عمار طلاب محامي. الحقيقة الأسئلة التي تم الحديث عنها أو الإشكاليات التي تخلق لدى الشباب كانت معروفة فيما قبل الثورات، ولكن كنخب، أنتم كنخب تثقيفية للشباب، لماذا لم تتحدثوا عنها إلى اليوم؟ يعني هل هذه محاولة لاحتواء حراك الشباب؟ يعني المثقفين العرب لماذا لم يتحدثوا عن هذه النخضة الفكرية على الأسس الدينية؟ لماذا لم يتحدثوا عن مناقشة التاريخ، عن مناقشة ما سماه الدكتور بالتراث؟ لماذا اليوم تتحدثون عنها؟ هل هذه محاولة لاحتواء الحراك الذهني لدى الشباب؟ شكرا جزيلا. طبعا أحييك، نحن نريد أسئلة بهذه الجولة وأكثر، لا حدود للأسئلة. الآن سيجيب الدكاترة ثم سنعود إن شاء الله. شكرا جزيلا أحب الأسئلة الصعبة. السؤال الأول عن تفسير بفهم السلف، هل هو مربوط جملة بالأمر تفصيل؟ أنا لا أقول مربوط جملة، إنما أقول تفسيرات السلف كغيرها من تفسيرات الخلف هو تفاعل البشر مع الوحي، لا حجة لسلف على خلف ولا لخلف على سلف. هنالك معايير لفهم النص، معايير لغوية ومعايير منطقية. من معاييره، معايير فهم النص، أنك تستعمل الألفاظ أو تفسر الألفاظ ضمن ما يسمى المجال التداولي لتلك الألفاظ. تفسر السيارة في سورة يوسف على أنها قافلة وليست السيارة الآن، لأنه هذا هو معنى اللفظ عند العرب لما نزل القرآن. هنالك ما يسمى المجال التداولي مثلا في المجال اللغوي. في المجال المنطقي طبعا أنه تفسيرات لا يكون فيها التناقض إلى آخره. فهم السلف قيمته الأساسية هو قربه من المنبع، من حيث أنه يدل على السياق أكثر من غيره، يدل على السياق، وفهم السياق مساعد على فهم الألفاظ في مجالها التداول. أما شرعا فلا حجة لسلف على خلف ولا لخلف على سلف. الوحي نعمة من الله تعالى وكنز لا ينضب ولا تنقضي معانيه، معانيه لا تنقضي ولا تنقضي، واجب كل جيل بشري أن يجد ويشتهد ويأخذ منه ما استطاع. بالنسبة لصحة الفكرة وصلاحيتها، كما تحدث مالك بن نبي أن الفكرة، يقصد أن الفكرة قد تكون صحيحة نظريا لكنها لا تجيب على سؤال اليوم. خلينا نقول مثلا في كتب الفقه الإسلامي في أمور كثيرة لم تعد مطروحة اليوم، ليس لأن الفتاوى في ذلك العصر كانت خاطئة، وإنما أن هذا أصبح ترفا فكريا بالنسبة لنا اليوم، ونحن الأولى أن نتجه إلى الجواب على الأسئلة العملية. هل هذا الحديث هو محاولة لاحتواء الشباب ولماذا اليوم؟ لا، ليست هنالك محاولة لاحتواء الشباب، نحن متعلقون بأذيان الشباب، نريد أن نواكبهم فقط ولسنا نسعى إلى احتواء. رغم أنه طبعا هذه الأمور التي نتحدث عنها اليوم، ربما لأنه الأسئلة اليوم أسئلة قلقة، والواقع والزمن زمن متفجر، لكنها هي ليست، الحديث فيها ليس جديدا. النقاش حول التراث خصوصا بدأ منذ نهاية السبعينات، نقاش جاد وحاد حول التراث، وكتب بذلك عدد من كبار المثقفين، بعضهم من وجهة نظر إسلامية وبعضهم من وجهة نظر يسارية، وإشكالية التراث وإشكالية الأصالة والمعاصرة، وإشكالية ما هو حي ينبغي الاحتفاظ به وما هو ميت ينبغي التخلص منه من التراث، هذا ليس جديدا. إنما اليوم نحن نعيش في مرحلة انتقال، ولمراحل الانتقال تؤدي تاريخيا فيها دائما يصحبها شيء من التفكك، ليس فقط تفكك البنى الاجتماعية والسياسية، وإنما حتى البنى الأخلاقية والروحية، ثم هي تؤدي إلى نوع من الحيرة. مثلا الحيرة التي أصابت شباب الفرنسي في بداية القرن التاسع عشر بعيدة الثورة الفرنسية، معروف هذه المرحلة يسمى مرحلة حيرة وشك ورومانسية، حتى في الشعر تجد آثار ذلك حتى في الشعر الفرنسي. طبيعة مراحل الانتقال هو أنها
تدفعه إلى هذا النوع من الأسئلة القلقة وتجعلها أسئلة حية، رغم أنها كانت موجودة وكان يتعامل معها أكاديميون تعاملا باردا، تنتقل إلى منصات الحياة الحية مثل هذه المنصة التي نتحدث عنها اليوم. شكرا. أنا أشكر الأخ الذي تحدث أنه لا يكفي أن تكون هناك رؤية بالبرامج. وقبل الإجابة سأنقل قصة معروفة في التراث العربي، أن رجلا كان في البادية في ليلة شديدة البرد ومطر شديد وكاد يموت من شدة البرد، إلى أن لمح عن بعد خياما فلجأ إليها ويكاد يرتجف من شدة البرد. فالناس بادروا إليه، تعرفون كرم العرب، فبادروا إليه، هذا يقول له اقترح هل تريد شاة مشوية، والآخر يقول له هل تريد لحم جزور مقلي. المهم بدأ الجميع يعرض عليه أو عجلة. فالرجل ماذا قال لهم؟ قالها شعرا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخ لي جبة وقميصة. الرجل يموت من البرد، هم حقيقة نواياهم طيبة وأرادوا إكرام هذا الضيف، لكنهم لم يدركوا على الحقيقة احتياجه في هذه اللحظة. فأنا معاذ الله أن أطعن في معظم النخب الإسلامية أنها لا تنوي الخير، بل والله أعتقد أنها تنوي الخير، أنا لا أطعن في نواياها معاذ الله، لكن ما أقوله أنها لم تدرك على الحقيقة الاحتياج الآن للشباب. وطبعا أنا أتفق معك، الرؤية هي البداية، لكن ما يحتاجه الشباب هذا شباب فاعل ممتلئ بالطاقة يريد برامج عمل. فمن لم يمتلك الرؤية يا أخي فكيف تطالبه أصلا بالبرامج؟ فما قلته هو تشخيص لحالة، لكن إن شاء الله الأهم من ذلك فيما بعد ما هو الحل، كيف نستطيع ضمن هذا التيه أن نبحث عن نقاط نستطيع أن نستضيء بها لنرسم للشباب، ليرسم الشباب ونحن معهم إن شاء الله طريقهم إلى النظر. أما قضية التي ذكرها الصديق المحامي عمار، كما ذكر الدكتور هي ليست كذلك أخي، ولو رجعت أخي إلى 3 عقود أو 4 عقود لوجدت أن هناك من الكتاب الإسلاميين وغير الإسلاميين من تحدث عن هذه المسائل، لكن كانت في فترة ولنقم بصراحة هناك هيمنة لثقافة تقليدية تمنع صوت هؤلاء أن يصل إلى الشباب. ما حصل الآن أن هذه الهيمنة، الزلزال الذي حصل أضعفها قدرتها على منع الشباب من أن تستمع، فليست محاولة استئثار. وعلى كل وإن كان الأمر لحاقا في الشباب فهذا لا يضيرنا يعني، بالعكس نحن نتمنى أن نسير بأذيال الشباب كما ذكر الدكتور، جزاكم الله خيرا. ولو تسمح لي بتوضيح أيضا استكمال ما ذكره الأستاذ كريم الدكتور مازن بالنسبة للمرجعية، نحتاج أن نفهم أنه الإسلام أولا ليس فيه كهنوت وليس فيه مرجعية، المرجعية هي مرجعية الوحي، وعلى الأقل عند جمهورنا جماهير المسلمين بغض النظر عن الطوائف الأخرى التي تقول بضرورة الإمامة وضرورة الإمام معصوم يفسر الناس الوحي وغيره، حقيقة نحن لا نؤمن بهذا. ما يسمى في الدراسات الدينية بالسلطة التأويلية، السلطة التأويلية في الإسلام هي لمجموع الأمة، ليست للبابا مثلا في الكاثوليكية وليست للإمام مثلا عند الإمامية أو غيرهم، هو مجموع الأمة هي التي تملك السلطة التأويلية. وابن تيمية عبر عن ذلك تعبيرا بليغا في كتاب منهج السنة حينما قال إن أسمة الأمة تغني عن أسمة الأئمة، أسمة الأمة تغني عن أسمة الأئمة، ليس هناك مرجعية. أنتم كشباب لا تعولوا لا على مؤسسة دينية ولا غيرها، ولا تطلبوا إجابات من مؤسسة دينية ولا غيرها، ابحثوا لأنفسكم، ابحثوا لأنفسكم، وكونوا من علماء الإسلام. الشباب هناك من علماء الإسلام من تركوا بصمة هائلة على الثقافة الإسلامية وماتوا في شبابهم، مثل الإمام النووي مات في شبابه في 40s من عمره، أبو حامد الغزالي عاش 55 سنة وحصل على لقب حجة الإسلام وترك بصمة على التراث الإسلامي لمدة 1000 سنة على الأقل. فلذلك لا تعبوا أنفسكم ببحث عن مرجعية. النقطة الأخيرة هي الثورات والدين.
تاريخيا تاريخ الثورات يدل على أن هنالك ثورات بالدين وهنالك ثورات على الدين، ثورات سياسية بالدين كان الدين له دور كبير فيها، هنالك ثورات سياسية انقلبت ضد الدين. والسبب في هذا، وهذا من أهم المخاطر على الدين، هو أن تتحول المؤسسة الدينية إلى حليف للظلم السياسي، هلا يحول الثورة إلى فعل ضد الدين وليس فعل للدين. الثورة الفرنسية أحسن مثال على هذا. الفرنسيون، الكنيسة الكاثوليكية تحالفت مع لويس السادس عشر ملك فرنسا الذي ثاروا عليه، ولذلك كرهوا الدين وكرهوا الملكية في نفس الوقت، حتى كان من شعاراتهم اشنقوا آخر الملك بأمعاء آخر قسيس. وإلى اليوم بعد 200 عام المجتمع الفرنسي أقل المجتمعات تدينا. المجتمع الفرنسي بما فيه الشعوب ذات الثقافة الفرنسية في أوروبا، البلجيكي والسويسري وغيره. حتى في بلجيكا كنت أقرأ البارحة دستور بلجيكا، لا يحكي عن حقوق أقليات دينية، يقول أقليات فلسفية وإيديولوجية، نحترم حقوق الأقليات الفلسفية والإيديولوجية، حتى لا يريدون ذكر الدين حتى الحديث. بينما ثورة مثل الثورة الأمريكية، لأنه لم تكن هنالك السلطة الدينية متحالفة مع الاستبداد، لم تكن ثورة ضد الدين، بل كان هنالك متدينون من قبل الثورة الأمريكية. وإلى اليوم لا يزال المجتمع الأمريكي أكثر المجتمعات الغربية تدينا، لأنه ليس في تاريخه هذا التصادم بين الدين وبين حرية الناس وحقوق الناس. فلنحذر أشد الحذر أن نضع الدين حليفا للظلم، فذلك أكبر خطر على الدين. شكرا. شكرا جزيلا دكتور. وعدنا الأخ نسمع منه. السلام عليكم. ممدوح حاج عمر، سوري الجنسية. سؤال أول دكتور مازن، كيف نستطيع تجاوز تخلف النخب عنا نحن الشباب؟ سؤال الدكتور الشنقيطي، كيف نستطيع التميز بين ما يطرح تجديد الدين؟ هل هو يتناول الوحي أم يتناول التاريخ؟ كيف نستطيع التميز الطرح التجديد هذا؟ شكراً. طبعاً إذا كان اللي بعده سوري خلي لا يقول الجنسية، مشان ما تصير تجمع سوريين. تفضل. السلام عليكم. علي الأمين من العراق. أهلا وسهلا. السؤال الأول أستاذ محمد مختار الشنقيطي عن ظاهرة الإلحاد. ظاهرة الإلحاد والتيارات والأطراف اللي توقف وجهه واللي ترد عليه دائما تكون متزمتة، وأنا أتصور أنه تزمتها بالأسلوب بالرد عنه سبب انتشارها واستشراها، والدليل أنه أكثر ظواهر الإلحاد موجودة بالمجتمعات الأكثر تزمتاً بالإسلام مثل ما ذكرت بالسعودية. المشكلة التيارات اللي تواجه الإلحاد تواجه فكرة من ارتد عن دينه فاقتلوه. هذه الفكرة تبين أنه يعني هو الشخص ولد بمجتمع مسلم، هذا المجتمع معروف عنه الالتزام الديني، ولد ووجد نفسه مسلما، فإذا هو ما مقتنع بالإسلام إحنا نقول يعني نأمر بقتله. هذا شيء يعني يبين كأنه الإسلام مو دين جبر، مو دين قناعة شخصية بالإسلام. بهالأسلوب هذا لما نوجه بقتله ونأمر بقتله يعني نثبت أنه الدين ضعيف. هل الدين ضعيف أنه نأمر بقتله؟ فالسؤال هو عن كيفية مواجهة الإلحاد. السؤال الثاني الأستاذ مازن الشيخاني، نصف دقيقة. السؤال الأستاذ مازن الشيخاني عن أنه الثورات العربية والحراك الحراك ضد القديم ضد الماضي شلون نغيره؟ التغيير اللي نريد نوصل له وقفة بوجهة القوى الدولية، وقفة بوجهة روسيا، وقفة ضد أمريكا، وقفة هاي القوة الدولية من وقفة بوجهنا. شلون نقدر نوقف بوجهة إذا إحنا الدول المفروض تدعمنا وتكون يعني الدول الإسلامية والدول الشرقية أو المفروض توقف بوجه هذا العالم الدولي القوة الدولية اللي فرضت علينا، إذا هي مو متحدة أنه توقف بوجهنا، وبعض الأحيان نشوفها هي واقفة ويا المجتمع الدولي. واضح الفكرة أخي علي، شكرا جزيلا. نأخذ سؤال آخر. بسم
الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور الشنقيطي والاستاذ مالك النازي، بارك الله فيكم. يعني انا مداخلتي بسيطه وهي سؤال. اسمي إساء سعيد، انا مديره احدى المؤسسات النسائيه. يعني ابتداء نحن من فكره الدكتور الشنقيطي هي شوي فكره جدليه. نحن انا عم باخذ هلا حنزل على الارض وبدي ادخل مجال التربيه. نحن نربي اطفالنا ونشيل على انه فهم السلف الصالح يعني خير القرون هي القرون الوسطى السنه، وبالتالي نحن القدوه والنموذج اللي نقدمه للجيل هو هذا النموذج. فانا ما كثير توضحت الفكره هاي، يمكن بركي الدكتور بوضحها بمجالات ثانيه، بس انا اسقطت الامر مباشره على التربيه. النقطه الثانيه انا بس بدي احكي يعني للشباب، انا برايي الشخصي انه ما يقول الواحد الشاب او البنت انه شو بده يقدموا لنا الهيئات او الجمعيات او هيك، كل واحد يشتغل على نفسه هو وما يستنى حدا. يعني مثلا يشوف مين الشيخ او العالم اللي هو بيرتاح لفتاوي ياخذها، او مثلا هو يشتغل على حاله باخذ العلم. انا بلاحظ حتى من احتكاكنا اليومي، حاحكي بالمجتمع النسائي شوي، بين الصبايا في جهل كثير كبير، ان كان بمستوى الوعي او القراءه او الفهم او التعمق. فنحن من باب اولى انه ندعو الشباب انه هن يقووا حالهم ويدربوا نفسهم ويقرأوا كتير ويكونوا عميقين بمستوى الوعي والطرح اللي عم يطرحوا، مشان كمان الآخرين يقدروا يستقطبوهم أو يقدروا يوجهونا كمان برامج. يعني يخلي الشاب ينظر بمنظور عكسي، مو أنه أنا شو بدي من الآخر وشو بدي أنا من نفسي. شكرا جزيلا. رح ناخذ الآن بعد تفضل دكتور مازن. شكرا كثير. بالنسبة للأخ ممدوح والتمييز بين الوحي والتاريخ بالتجديد، طبعا لا أحد يقول بالتجديد في الوحي، وإنما ما نقول هو ضرورة التمييز بين الوحي والتاريخ. لكن أيضا من التمييز بين الوحي والتاريخ أن ندرك أن نصوص الوحي من حيث المعنى تنقسم إلى قسمين، بعضها يأتي إجابة على حالة غربية، وبعضها يأتي فتحا لأفق باق إلى الأبد. هنالك بعض الأسئلة، ولذلك وقع النسخ حتى في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل نبي من الأنبياء يأتي ليصلح حالة في زمانه ويفتح أفقا للمستقبل، والإسلام فتح الأفق الذي لا ينقضي. فلذلك ميز علماء الأصول في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بينما فعله بلاغا وما فعله فتية وما فعله قضاء وما فعله عادة وما فعله جبلة. ليس كل هذا داخل في السنة، ليس كل هذا داخل في السنة التي يجب على المسلم الاستنان بها. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ورسول، نحن مطالبون بالاقتداء برسوليته لا ببشريته. بعض فعله هو يعيش إنسان عاش في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي بطعامه وبلباسه وبتقاليده وبوسائل نقلها، يسافر على جمل، ليس ركوب الجمل سنة طبعا، هذا ما له علاقة، أو أكل التمر، ليس أكل التمر سنة. فهذا يتعلق بالعادة. وهنالك ما يتعلق بالجبلة، ينام يصحو، هذا ما له علاقة بالتشريع نفسه. نحتاج إلى هذه التمييزات حتى لا نخلط أيضا بالوحي ما ليس وحيا، لأن بعض الناس ينظر مرة أخرى يستأثر للصورة فيخلط من الوحي ما ليس وحيا. وبالمناسبة هذا ليس جديدا، وكل من يفعله غالبا ما يفعله إلا بحسن نية وحرصا على التأسي والاقتداء. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان معروفا بالتقيد الدقيق ب تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور التي ليست وحيا. فكان إذا سافر من المدينة إلى مكة ينظر المنازل التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم فينزل. وفي صحيح البخاري حديث طويل يصف ذلك، جاء إلى شجرة فدار بها ثم أناخ الجمل ثم نزل، لأنه يريد يفعل نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتقده الصحابة على ذلك، حتى عمر رضي الله عنه انتقده ووصفه بأنه مخبول لأنه يفعل هذا الفعل. لماذا يخاف عمر من هذا؟ يخاف أن يتحول تشريعا ما ليس بتشريع. فالوحي أيضا يحتاج إلى فهم. أما التاريخ فأمره واضح، طبعا الله عز وجل أرسل لنا نبيا واحدا وهو نبي خاتم. بالنسبة للإلحاد والرد المتزمت، نعم أنا معك أنه المحامي الفاشل يخذل القضية العادلة بشكل عام، وإذا تصدى للرد على الملحد
من لا يحسن الحجاج ولا يفقه في الإسلام وليس لديه ثقافة عقلية، وأركز على الثقافة العقلية، هذا سيكون قد يضر ولا ينفع. وتحدث ابن تيمية وبعض العلماء عن هذا كثيرا، أن بعض الذين حاولوا يعترضوا على أهل الشبه في النهاية رسخوا تلك الشبه وفشلوا فشلا ذريعا. ولذلك أنا أرى أنه نحن اليوم بحاجة إلى علم كلام جديد، كل عصر يحتاج إلى علم كلام جديد. علم الكلام ليس بالمعنى التاريخي الذي غاص فيه المسلمون في التجريد وفي الشكليات، وإنما في كل عصر تحتاج إلى علم كلام جديد. وتعريف علم الكلام قديما هو أنه الحجاج عن العقائد الدينية بالأدلة العقلية، هذا هو علم الكلام. طبعا في عصر العصر العباسي مثلا والعصر العثماني حيث ساد المنطق الصوري، كان نحى علم الكلام الإسلامي نحو تجريديا بالمنطق الصوري. لا، نحن اليوم نعيش في عالم آخر، الفلسفة اليوم فلسفة تجريبية بالباء وليست تجريدية بالدال. فنحن بحاجة إلى علم كلام جديد يخدم الدين ويحاجز عن عقائد الدين بطريقة ناجحة. وأيضا نحتاج طبعا إلى حرية، وما أكرره دائما هو أن التدين من غير حرية عبودية للعباد لا عبادة لرب العباد. التدين من غير حرية عبودية للعباد لا عبادة لرب العباد. ما كان عبادة محضة أو عقيدة محضة لا يجوز أن تتدخل فيه سلطة الإكراه. أما سلطة الإكراه فهي حصرا يجب أن تكون فقط فيما يتعلق بحقوق الناس، وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بحقوق الله وحقوق الناس، ويعبر عنه الدراسات الأخلاقية المعاصرة بالحق الأخلاقي والحق القانوني، morality and legality باللغة الإنجليزية. هناك خلط للأسف كثير في هذا في ثقافتنا اليوم، فتجد بعض الحكام مثلا يفرطون فيما أوجب الله عليهم من العدل في الحكم والقسم وفي حقوق الناس، وينشغلون بأمور لم يوجبها الله تعالى عليهم، مثل فرض على الناس أن يتظاهروا بأنهم صائمين مثلا وهم مش صائمين، أو يتظاهروا أو يروحوا المسجد ما يريدوا يروحوا، أو غير ذلك من أمور ليست من واجبها. هؤلاء مشكلة كبيرة للدين وللإسلام اليوم، وربما ممن ورد فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لصحيح ابن حبان، وسيكون أمراء يفعلون ما لا يؤمرون ويتركون ما يؤمرون. فهذه مشكلة طبعا تحتاج إلى حل. نحن بحاجة إلى تدين قائم على أساس الحرية والاختيار، وأن لا يكون للدولة تدخل بالإكراه. طبعا لها تدخل إيجابي في التربية والتعليم والإعلام، لكن بالإكراه بسلطة القانون لا تدخل إلا بما كان من حقوق الناس، ويدخل في ذلك قضية المرتد. وأنا طبعا وأقولها ولا أجامل فيها، رأيي الشخصي أنه ليست هناك عقوبة دنيوية للمرتد في الإسلام، رغم أن هذا قول جمهور العلماء، ولكن ما على عين ورأسي جمهور العلماء، ولكن رأيي أن هذا الرأي ضعيف بمقتضى النص الشرعي، وخصوصا عشرات الآيات في القرآن الكريم الصريحة بحرية الاعتقاد، إضافة إلى أنه الاعتقاد أيضا مسألة عبادة محضة لا يصلح فيها الإكراه أصلا، تماما مثل من أكرهته على الصلاة وأكرهته على الصيام، هذه ما عادت عبادة أصلا. فلذلك أرى أن هذه المسألة هي من المصائب الفقهية التي سادت في تراثنا وتحتاج إلى إعادة النظر، وأن الحديث الواردة فيها لا تخلو من مقال. وقد كتب بذلك الشيخ العلواني رحمة الله عليه كتابه لإكراه الدين، وناقش الحديث بأسانيدها، وكتب آخر من الكثر في هذا، ولا أستطيع أن أطيل أكثر. وشكرا. أخي الكريم، كيف نتجاوز النخب؟ بداية نحن لا نحكم على كل النخب أن على الشباب أن يتجاوزها، نحن تحدثنا عن نوع من النخب بغض النظر عن العدد، لم يستطيعوا نواياها الطيبة أن يسعف الشباب في مرحلة صعبة كالتي يمر بها الشباب في هذه السنوات الماضية، لم يستطع أن يسعفهم لا بالمعرفة ولا بالبرامج ولا بالرؤية. لذلك أعتقد أن هناك نهب كان صوتها إلى حد ما خافتا قبل الثورات التي حصلت بسبب ما ذكرته من هيمنة وسلطان نهب تقليدية. هذه الهيمنة والسلطة قد توارت وسقطت، وأعتقد أن صوت النخب الذين عليهم سيرتفع،
فليس المعنى أن تتجاوز كل النخب، بل بيننا من النخب من هم أساتذة بحق ويستطيعون أن يمدوا الشباب بالكثير من المعرفة والثقافة. هذا أولا. الأمر الثاني، ليس أيضا بالضرورة أن تنتظر أخي. أنا أضرب لك مثلا بالثورة السورية، أكثر المبادرات التي حصلت في الثورة السورية وكان فيها خير للشعب السوري كان وراها شباب، والله لم ينتظروا نخب، إن كانت إغاثية، إن كانت في مجال الدعم النفسي إلى آخره. فلا تستهينوا بما أعطاكم الله عز وجل من قدرة، ولا يغيب عنكم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان معظمهم شبابا. هذا أمر. المتعلق بكيف نتجاوز من أخينا العراقي الذي كسر استئثار السوريين بالأسئلة، هذا أقول لك أخي الكريم، ليس كل من قام بالثورة، وأعتقد أن الغالبية، وأتحدث بشكل دقيق عن سوريا، وأتصور أن هذا أيضا كان حاصلا في باقي الدول، عندما قامت الثورة كان هناك اعتقاد أن المجتمع الدولي سيكون في صف هذه الثورات، وأن النظام السوري إذا استخدم أسلحة تحديدا الطيران وغير الطيران أن المجتمع الدولي لن يسكت عن هذا الأمر، كان هذا اعتقاد سائد. وتذكرون عندما قام النظام بضرب غوطة دمشق بالأسلحة الكيميائية وكانت مجزرة بشعة، أنا أعلم تماما أن المعارضة السياسية هنا في اسطنبول بدأت تعد حقائبها وبدأت تفكر بتوزيع المناصب وهي عائدة إلى سوريا، لأن النظام قد انتهى وأن أمريكا ستتدخل والمجتمع الدولي سيتدخل. قلة قليلة ونادرة من كانت ترى أن هذا الكلام غير صحيح، لأن هذه الثورة ظاهرها على النظم الاستبدادية في بلادنا، ولكن باطنها وثورة على هذا المجتمع الدولي وعلى العلاقات التي رسمها منذ 100 عام تقريبا. فأدرك منذ البداية أنه يواجه مجتمعا دوليا، هذا الأمر. وهذا حتى حصل في بداية الإسلام. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يعرض كلمة واحدة، إنما أريد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهناك ما كان فهمه يتعدى هذه الكلمة، وهناك من فهمها كذاك العربي، والله كلمة تقاتلك عليها ملوك العربي والعجم. هذه مسألة أخي. أما كيف نعد أنفسنا لمواجهة هذا أيضا أخي، هنا أعود إلى مسألة يتحدث عنها كثيرا الدكتور مختار، التاريخ أخي. يعني أتمنى هناك محاضرة عن الثورة الفرنسية ألقاها الدكتور مختار هنا في اسطنبول، موجودة على النت، اقرأوها بشكل جيد، اسمعوا المحاضرة بشكل جيد. ما يحصل أخي هو أمر طبيعي، كل ما حصل في كل الدول يأتي في سياقه الطبيعي، حتى حالة الانكسار التي تراها هي أمر طبيعي. الوعي الذي يحصل الآن، وأنا أعتقد أن شريحة الشباب في بلادنا اليوم رغم كل ما حصل من انكسار حصل فيها قفزات نوعية إلى الأمام، لا يعني إن كنا لا نمتلك ما تمتلكه تلك القوى من أدوات سياسية وإعلامية أننا لا نستطيع أن نقوم بشيء. وأضرب مثل بسيط، كلكم عاشوا هنا، كلكم عاش هذا الأمر في تركيا. عندما حصل الانقلاب في تركيا هناك انقلابات سابقة، 4 انقلابات لم يتحرك الشارع التركي، ومن يعلم حقيقة حجم التحضير لهذا الانقلاب، والانقلاب في الحقيقة قد نجح ونجح بامتياز، ما الذي أسقط هذا الانقلاب؟ هو الشارع التركي، هو الشعب التركي. وسؤال كبير، ما الذي جعل من في الحكومة والمعارضة أن ينزل إلى الشارع ليحمي تركيا بعد عقد وقليل من السنوات لحكم العدالة والتنمية؟ مدينة ديارباكر مدينة كردية هي قلعة البيكيكي التي تحارب الدولة التركية، مئات الآلاف من الأكراد في مدينة ديارباكر نزلت إلى الشوارع لتسقط الانقلاب. عمل قام به حزب العدالة والتنمية استطاع أن يرتبط بالشعب دون شعارات إيديولوجية كبيرة، إنما لجأ إلى أساليب وأدوات وآليات مختلفة، أن يجعل الحفاظ على الحالة التي يعيشونها الآن هي مطلب المواطن التركي. لا يعني إذا كنت لا تملك الأدوات التي تمتلكها الآخر أنك عديم الآليات، نستطيع إن فكرنا، وتحديدا الشباب. انظر إلى الثورة في سوريا أخي، والله لو تعلمون حجم ما يكاد لهذه الثورة، على ما فيها من تمزق، على ما فيها من صراع داخلي، حتى اللحظة لم تسقط. لماذا؟ لأن حقيقة هناك شباب يمتلك إرادة حديدية، لا أمريكا ولا روسيا ولا النظام ولا كل من ناصر النظام ولا الميليشيات ولا حزب الله استطاع أن يكسر إرادة شباب في الداخل. ولو أجريتم مقارنة
على الفارق النوعي الكبير في السلاح لأدركت شباب ملك إرادة على ما فيه من أخطاء استطاع حتى اللحظة أن يقف في وجه كل مخططات الدولية في إنهاء الثورة في سوريا. طيب شكرا جزيلا. آسف نسيت سؤال الأستاذ الكريم ميساء، بس لو سمحت داوي أن أتكلم كل مرة مرتين لكن نسيت سؤال. طبعا السؤال حول قضية حجة السلب على الخلف وحديث خير القرون، ونحن لا منازع في أن خير القرون هي قرون يوسف وأن الصحابة خير الأجيال، لكن هناك فرق بين الفضل عند الله عز وجل والعاقبة في الآخرة وبين تطور العلوم البشرية والفهوم البشرية مع الزمن. السلف قدوة والصحابة رضي الله عنهم قدوة، ولكن كمال البشرية هو كمال نسبي أيضا، والأفق البشري هو أفق محدود مهما كان، ومنحة الله عز وجل لا تنقضي بجيل. ومن حجر كلام لطيف حول قضية العالم والمتعلم، يقول إن العالم المتمكن لا يهم الوهم الذي يدركه طالب العلم المبتدئ، ولله تعالى في ذلك حكمة وهي أن يعلم الناس أن فوق كل علم عليم. فحتى عالم الطالب المبتدئ قد يدرك من أخطاء العالم المتمكن، وكذلك الخلف قد يجد في أخطاء السلف، لكن حقيقة المسألة ليست أصلا تناقض بين خطأ وصواب بقدر ما هو معنى زائد. ما أنا ما أردت أن أقوله إن الوحي عطاؤه لا ينفد ولا يتوقف في جيل معين، فيكتشف الناس من معاني القرآن ومن معاني السنة في كل جيل ما لم يكتشفه آخرون في الجيل الثاني. لا يعني أن المكتشف السابق كان خطأ بقدر ما يعني أن هذه المنحة الإلهية لا تنفد، هي كنز لا ينفد ولا ينضب. وكم من معنى زائد اكتشفه علماء معاصرون في مثلا في قضايا إعجاز القرآن وغيره ما كان السلف، لأنه ما كانت الأدوات العقلية والعلمية موجودة لاكتشافه. أخونا الدكتور مازن أشار لأمر مهم وهو العلاقة بين الحرية، أنه المعركة حقيقة في بلداننا نحن ربما لم ندرك إلا متأخرين أن الثورات في هذه البلدان هي ثورتان في واحدة، لأنه أنماط الثورات السياسية نوعان، إما ثورة حرية، ثورة لتحرير الإنسان أو لحرية الإنسان، وإما ثورة لتحرير الأوطان، وأحيانا في بعض الحالات النادرة يتركبان معا. وحقيقة أن الثورات في البلاد العربية اليوم هي تركيب من ثورة لحرية الإنسان وثورة لتحرير الأوطان، ومن الطبيعي جدا أن يكون الثمن غاليا لأن الثمرات غالية. أنت توقف نفوذ الغرب لمدة قرنين في هذه البلاد، تسعى لتصفية نفوذ عمره 100 عام على الأقل، ثم استبداد متأصل له جذور عميقة في تاريخنا السلطاني، وله جذور أيضا أسوأ في الدولة المفتعلة أو الدولة المصنعة المعاصرة التي ورثناها عن الاستعمار. المعركة ليست سهلة، ولكن الإسلام يستطيع أن يحقق الحرية بوجهيها كما حققها أول مرة. وللأخ علي لأنه من العراق تذكير بما قاله المثنى ابن حارثة الشيباني للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عرض نفسه عليه، فقال: يا أخا قريش، إني أرى أن ما تدعو إليه مما يكرهه الملوك، وإن بيننا وبين كسرى عهودا. وبعدين قالوا: نحن ممكن نحميك من جهة القبائل العربية هذه المسكينة ما مشكلة، ولكن جانب كسرى هذه مشكلة. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رفض، لأنه الإسلام ثورة شاملة، فقالوا: إن هذا الدين لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه. الإسلام ثورة شاملة لحرية الإنسان ولتحرير الأوطان، وهذه الثورة ستكون لها ثمن وستأخذ وقتا، والله المستعان. شكرا جزيلا للدكتورين الفاضلين. طبعا الآن استراحة لمدة 10 دقائق، وستكون مساحة الحوار تقريبا 1 ساعة و10 دقائق في الجلسة الثانية. ويعني ربما ما ختم به الدكتور سيكون مدخلا للجلسة الثانية بإذن الله تعالى. 10 دقائق يعني حتى 7 دقائق، اعذرونا.
يعني ان شاء الله 3:30 باذن الله تعالى في شاي وقهوه. وطبعا شكرا جزيلا.